شهد عصام وعندي 18 سنة في ثالثة ثانوي، حوالي سنتين وشهرين. أنا عندي 16 سنة، كانت 16 سنة عرفت يعني كل واحد ليه طريقة مختلفة يعني في إن هو يعرفها، فأنا عرفتها أصلا مش أول ما جيت هنا، يعني أنا عديت على مستشفيات تانية وعرفت بعد أساسا ما عملت عملية. يعني أنا كنت في ثالثة إعدادي، خلاص في ثالثة إعدادي طبعا أولى ثانوي يعني، بقت في تغيرات في فيا، يعني بقيت همدانه جدا، بنام بقى، بنزل في الوزن بطريقه يعني غريبه جدا، وباكل بقى سكريات. شخصت غلط من ثلاثه، كل واحد كان بيشخص على حسب ما هو فاهم. ففي الاخر في الاول قال لي دي جرثومه معده، وخدت ادويه، وكانت يعني هو شبه اصلا بق الميه ما كنتش ببلعه اصلا، ما يفضلش في معدتي اساسا، يعني اكل الحاجه من هنا او اشرب الحاجه من هنا تطلع من هنا على طول، حتى الادويه يعني. فمشينا على دكتور التاني التالت، عملت تحاليل، في دكتور قال بابا يعني هم هيعرفوك التحاليل فيها ايه، وساعتها برضو رحت لدكتور تاني ما عرفنيش التحاليل فيها ايه، ومحاليل وتعب، يعني تعب بطريقه غريبه وانت لحد دلوقتي مش فاهمه اصلا هو ايه. الدكتور قال لي زايده، حجزت، عملوا عمليه، لقوا ان الدم في التحاليل اصلا مش متظبطه، في حاجه غلط في التحاليل ومش تحاليل زايده، يعني عمليه زايده يعني. فدخلت عملت العمليه، طلعت لاني كان عندي امتحانات بقى اولى ثانوي خدتها، وبعديها برضو تعبت تاني، قلنا بقى خلاص ان هي زايده وهعملها والدنيا ترجع زي ما هي، لا الدنيا سقت اكتر. رحت له تاني، ساعتها كانوا خدوا عينه واكتشفوا ان هو اورام، لحد بقى ما قالوا لي انت هتروحي مستشفى ودكتور ومش دكتور، لحد ما رحت لدكتور تاني وراح قال لي لا، افضل مكان 57 ليكي، انت هتلاقي الدواء والاهتمام وكل حاجه، فده المكان الاصح اللي انت لازم تروحي فيه. فعلا دخلت، بس كانت يعني الدنيا ما كانتش متظبطه معايا خالص نفسيا وكله، لاني ما كنتش متخيله اصلا ان هو هتجيلي اساسا، هو كان اهلي كمان مش متخيلين ان اللي حصل دوت يبقى مرض. اللي ظهروا فيما بعد اكتشفته ان هو كورونا، قالوا لي ان هو في جين عندنا السرطان بيجي بسبب ان مثلا بيبقى في فيروس، في بكتيريا دخلت فبيبوظ جين، فالجين ده لما بيبوظ من جوه جوه نواه، ساعتها هو بيبوظ كل النواه اللي جنبه، فبساعتها بيتعمل ورم. لا انا كنت بمتحن ثانيه ثانوي هنا، ثالثه ثانوي اولى ثانوي في المدرسه. لا والصراحه مش هكدب، انا ما ذاكرتش في المستشفى، يعني انا كنت طول الوقت كنت بذاكر في البيت، والله قدرت ما قدرتش خلاص يعني. كانوا اهلي بيقولوا لي ما تتوتريش، لان انا اصلا بتوتر جدا جدا جدا، وسبب توتري اصلا كنت باجي هنا، يعني كل مثلا لما احس ان الدنيا خلاص ضيقه او ان انا مش هعرف اوصل اللي انا عايزاه، لا ساعتها بتوتر، والتوتير بصراحه بيجي فوق دماغي. التوتر بيبوظ الدنيا اصلا، عمل المرض اصلا مش محتاج توتر ولا محتاج اي من الحاجات دي خالص، محتاج ان انت تبقي هاديه كويسه عشان تقدري ان انت تتقاوم عليه، تنتصري عليه بمعنى اصح، مش عايز زعل، مش عايز اي حاجه من الحاجات دي، وانا صراحه كنت بعمل كل الحاجات دي. انا كويس ان انا عديت المرحله دي، اكيد ان شاء الله هعدي المرحله دي طبعا، يا ربنا يكون معايا طبعا وربنا دايما معايا، فاللي هو لا في حافز طبعا، انا بفتخر بصراحه مش عارف، لا فخوره جدا ان انا يعني عديت بالمرحله دي. لا فنون جميله قسم عماره، لا قسم ديكور، لا فنون تطبيقيه.